اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن مصطفى، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. كله زي كله الفل تمام الحمد لله. والله كله تمام. الاول خليني ابدا معاك بنهايه الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، لا مباراه الجونه الحقيقه. خلينا نبدا بهذه المباراه وتعادل للنادي الاهلي في مباراه صعبه. طبعا في البدايه بحب يعني من خلال حضرتك والبرنامج اتمنى من كل الشعب المصري الدعاء للاستاذ العمري فاروق، لان هو محتاج دعاء كل المصريين بالاخص، وان هو يقوم بالسلامه. محتاج دعوات كل المصريين، فاتمنى الشفاء العاجل ليه وان هو يقوم بالسلامه يا رب لكل محبينه وكل اهله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد ما فيش شك خساره نقطتين يعني في مشوار الدوري للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، لكن خساره نقطتين انا بشوف المباراه كانت وان سايد جيم من النادي الاهلي. اسباب كتير جدا هنتكلم فيها، لكن بشوف ان هي يعني زي ايه وان سايد جيم؟ يعني التغلب الاكبر للنادي الاهلي. النادي الاهلي استحواذ استحواذ هجمات في بعض الاوقات. وخليني اخد انا هنا راي جمهور او بعض من جمهور الاهلي وحضرتك برضو، يعني يرى البعض انه مهما كان الاستحواذ ومهما كان بتاع، ولكن لم يكن الاداء جيد في هذه المباراه، وبالتالي انت خسرت نقطتين كان من الممكن جدا ان انت تتفادى خساره النقطتين دول. يمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه طول الفتره الاخيره كابتن اسلام، ان النادي الاهلي مش هو اللي بيأدي احسن حاجه. يعني انت في ماتشات ان انت بتقدر تكسب، بتقدر تحقق 3 بونت، بتقدر سواء في بطوله السوبر افريقيا قدرت ان انت تتاهل. خسارتك لمباراه اتحاد العاصمه في بدايه الموسم، دي كل دي كانت مؤشرات ان لا، في الاداء مش احسن حاجه، لكن هي كان ليها اسباب اكيد. لكن دي الاسباب دي اكيد عند مستر كولر والجهاز الفني. لكن انا بشوف ان الامور لازم تبقى احسن من كده، لازم تبقى صحيح. احسن من كده، لان زي ما متعودين دايما ان مجلس اداره النادي الاهلي هو هيحاسب راجل على البطوله، مش هيحاسبه على مباراه ان هي تعادل فيها حقيقة. او خساره. خصوصا ان هم قعدوا معاه لجنه التخطيط تحديدا واداره الكره، قعدوا معاه بعد نهايه الدوري الافريقي او بعد خروجنا من الدوري الافريقي. يعني اكيد يا كابتن اسلام زي ما بقول لحضرتك، هي دي سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، ان الراجل هيتحاسب على البطوله مش على مباراه او تعادل. لكن زي ما بقول لحضرتك وان سايد جيم في المباراه، ده كان الوضع الطبيعي، اهدار بعض الفرص المؤكده اللي كانت تدي الافضليه للنادي الاهلي. لكن طريقه لعب الكابتن علاء عبد العال كده، التكتل صحيح. الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده كان مهم على مستر كولر ان هو يشتغل على طرفين الملعب. عشان كده كنت اتمنى ان كريم الدبيس هو اللي ياخد من الاول، ان هو مفتاح مش لعب. خالد يعني، لا مش خالد عبد الفتاح، مش مكانه يعني، يعني الناس ظلمه مش مكانه خالص. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. وكريم الدبيس حتى في الفتره الاخيره لما كان بديلا لعلي معلول في بعض الاوقات ان هو لو انت بيريح. المدير الفني هنا، معلش انا اسف بقطعك، ولكن اصل ده مهم لانه ناس كتيره من جمهور الاهلي اتكلموا في هذا الامر، انه يعني ايه فكر مستر كولر في هذا الامر؟ يعني كلنا قعدنا نفكر كاهلاويه، هو ليه ما لعبش بكريم؟ كريم لا ولد صغير، لعيب صغير ماشي بشكل جيد بتاع، يعني هل ممكن يكون ان هو عايز يدخل خالد وسط الفرقه تاني ولا ايه؟ ممكن وجهه نظره كابتن اسلام ان خالد كان بعيد بقاله فتره، وهو كان المفروض ياخد فرصه او اتنين الفتره الاخيره، لكن مع عوده اكرم توفيق الناحيه الجبهه اليمنى وتالق محمد هاني الفتره الاخيره، ده كان باعد خالد عبد الفتاح شويه. لكن الراجل كان عايز يدفع بيه ان زي ما حضرتك بتقول ان هو يرجعه يدخله وسط الفرقه تاني. لكن في بعض المباريات ما تستحملش كده كابتن اسلام. يمكن يعني انا بقول الافضليه ان انت حتى البديل الجيد اللي كان علي معلول هو كريم الدبيس، وخصوصا ان الفتره الاخيره كريم كان بينزل وبيأدي بشكل جيد. صحيح. مفتاح لعب من الناحيه اليسرى، وزي ما بقول لحضرتك مهم جدا ان انت كنت عارف في مدربين معينين في مصر بتقدر انها تتكتل دفاعيا، طريقه لعبهم كده، طريقه لعبهم كده. مهم جدا ان انت كنت تستغل اطراف الملعب سواء الجبهه اليمين او الجبهه الشمال. فعشان كده كنت اتمنى ان كريم الدبيس اللي ياخد، وحتى ده بان في طريقه لعبه لما نزلت قدر يشكل اكبر عدد من الهجمات من الجبهه اليسرى. خلي بال حضراتكم برضو ده ما يظلمش، او يعني ده مش تقييم لخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح ده مش مكانه بالمناسبه، يعني مش مكانه، هو بيلعب كباك رايت. لكن الراجل يعني كريم يعني خالد الفتره اللي اشترك فيها لعب سيرد باك او لعب باك رايت او لعب باك ليفت في الفتره الاولانيه، تالق بشكل جيد لكن في مباريات يا كابتن اسلام او في ضغط مباريات معين مع النادي الاهلي
مش هيستحمل ان انت تجرب في الناس في غير اماكنها. فاتمنى الفتره اللي جايه المستر كولر يشتغل على الحاجات دي. قبل ما نكمل كلامنا على الجونه، بما اننا بنتكلم هنا عن كولر، لانه اعتقد ان الاجازه برضو يعني بتصفي الذهن تماما وبتخليك تبقى بتفكر في اللي جاي، اعتقد ان الاستراتيجيه قد تتغير الفتره القادمه. اكيد يا كابتن اسلام، الراجل هيحط ايده على النقط اللي الراجل المفروض يشتغل عليها، على الناس اللي لسه راجعه من الاصابات، على الناس اللي هي محتاجه ان هي ترجع بدنيا، وكان اهمهم الفتره الاخيره مودست ان هو يرجع يستعيد اللياقه البدنيه عنده تاني. لكن هيبقى في حسابات، وانا شايف ان ده وقت مناسب حتى لاراحه بعض اللعيبه، لان ضغط المباريات بشكل كبير جدا الفتره الاخيره. بس اللعيبه الاهم خلي بالك هتبقى موجوده مع المنتخب، يعني مش الاهم، يعني اقصد ان اللعيبه اللي بتلعب اكتر بتبقى موجوده مع المنتخب، ويمكن هو ده كان فكره. انا بشوف يا كابتن الاهم من اللعيبه اللي مع المنتخب اللعيبه اللي هي اللي الراجل عايز يدخلها. يعني بشوف ان الناس اللي محتاجه تخش الفرقه، وخصوصا ان الراجل من سياسته اللي هي اللي بيتميز بيها ان هو القايمه كلها بيحاول ان هو يشارك كل اللعيبه. ده صح مع النادي الاهلي، يعني ده صح سياسته مع النادي الاهلي، ان كل اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده تبقى رجليها في الملعب. انت برضه يا كابتن اسلام الفتره الاخيره تعرضت، انا بشوف من اهم العناصر اللي قد تكون اثرت معاك ورده سليم، حتى في غيابه، عدم وجوده، يعني عدم وجوده، غياب برضه كهربا طبعا، عدم وجوده، دي لعيبه من اللعيبه اللي حتى تفرق مع المدير الفني. لكن انا بشوف ان الراجل محتاج الفترة اللي جاية يدخل الناس اللي هي اللي كانت بعيدة حتى من خلال مباريات ودية أو حاجة، فدي ده المكسب الحقيقي من راحة بعض اللعيبة. كيف يمكن أن يغير كولر من استراتيجيته خلال الفترة القادمة للرجوع لمستواه الطبيعي، النادي الأهلي الطبيعي يعني؟ إن في عناصر يا كابتن إسلام ما ينفعش تطلع الملعب، يعني في عناصر لازم تبقى موجودة في الملعب من القوام الأساسي، إن هي لازم تبقى موجودة. واللي أنا بشوفه من أهمهم هو إمام عاشور. إمام عاشور دايما بيؤدي بشكل رائع، يعني بيؤدي بشكل جيد، حتى لما بينزل بيبقى بديل جيد. إمام من ناحيه من الناحيه البدنيه والفنيه هو اكتمل بشكل كبير جدا، فارق حتى مع اداء النادي الاهلي الهجومي. اعتقد ان ممكن إمام لاعب زي إمام تبني عليه حتى خطتك في نص الملعب. ايه تاني يعني؟ طبعا عدم خروج بعض الاسماء، ولكن ايضا ايه تاني ممكن، يعني هل ممكن من الممكن ان يغير استراتيجيه طريقه اللعب، يعني اللي هي من 4-3-3 اللي هو بيعتمد عليها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، هل من الممكن أن نرى طريقة أخرى يعتمد عليها؟ مثلا أنت في أجازة وتقدر تعمل، أنا عارف أن عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب، ولكن كيفية التغيير؟ كيفية التغيير كابتن اسلام أن هو لازم يشتغل على الطريقة دي، لأن الراجل هي بس يطور من أداء اللعيبة الهجومية. لكن الراجل كان دايما بيلعب ب4-4-3-3، كان بيدي الحرية دايما اللي هو مثلا لما كان موجود حمدي فتحي بيديله الحريه الهجوميه، دلوقتي لما كان بيأديها لما اول ما جه امام كان بيديله الحريه الهجوميه دي مع طرفين الملعب سواء علي معلول او محمد هاني. لكن دلوقتي الراجل بقى له كذا مباراه بيلعب ب4-3-3، لكن بيلعب ب6 و8 سواء قفشه او اليو ديانج او مروان عطيه لما كان ثابت او كوكا. فهنا محتاج ان الراجل يشتغل على الطريقه دي كتير، محتاج الراجل يشتغل حتى على لعيبه من على طرفين الملعب، سواء حتى لو في رجوع اكرم توفيق مع محمد هاني الناحيه اليمين، الراجل بيستغل مثلا كريم الدبيس مع علي معلول الناحيه الشمال، يبقى الشغل اكتر من على طرفين الملعب. مع الطريقه انا بشوف ان هي لسه اللعيبه ما بقتش متمرسه عليها بشكل كبير، هي حته ان انت بتلعب ب6 و8 دي محتاج الراجل يشتغل عليها شويه. بس احنا من اول السنه اللي فاتت هو بيلعب بهذا الشكل. هو راجل ساعات كان بيلعب 2 ارتكاز، بيلعب بمروان واليو وقدامهم مثلا قفشه او لما جه امام عاشور. لكن مع المباريات الراجل بدا يغير، بدا يدي حريه اكتر للرقم 8. يعني هل ممكن مثلا واحد زي اليو ديانج يقدر يؤدي في 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 هذه الطريقه اللي انت بتتكلم عليها 6 و8؟ لا، في ممكن يلعب بقفشه وامام، يعني يلعب بقفشه وامام قدام كوكا. دي وجهه نظري، ان انت بتدي حريه اكبر، لان كوكا دلوقتي خلاص بقى عنده الملكه ان هو يقدر يسيطر لك على نص الملعب وبيأدي باداء جيد. واليو ما يبقاش موجود، دي وجهه نظري. واليو ممكن يبقى تغييره، حتى لو انت عايز تقفل الملعب بيبقى اليو تغييره ان هو ينزل في نص الملعب لو عايز في بعض الاوقات ان انت تقفل الملعب. فاتمنى ان الراجل يشتغل على الطريقه دي مع اللعيبه، وبيبقى ليها لعيبه معينه. يعني انا بشوف من اهم الاثنين لعيبه اللي هينجحوا لك الطريقه هو امام وقفش، لان هم دايما عندهم حتى الارتداد الدفاعي السريع اللي بيعملوه سواء قفشه او
عمر. امام ان هو يعمل زي الستاره في نص الملعب، يرجع الثلاثه في قلب الملعب تاني، فتقدر تسيطر على اي مباراه كده. على الجانب الاخر مودست احرز هدف جيد جدا، وبالتالي شايفه ازاي؟ اكيد الراجل طبيعي يا كابتن اسلام ان الراجل اللي يكسب الفرقه، طبيعي ان الراجل يبقى اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي. ده كان هيجيب جول في اخر ثانيه كمان اللي قدامنا دي يعني بعض اعتقد. الفرص ده اللي انا بتمناه، يعني بعض الفرص اللي بتتيح لمودست مهم جدا يبقى التركيز اعلى من كده. بس هو جاب جول حلو. وجول حلو طبعا اكيد ما فيش شك، لكن في احسن، يعني في احسن لا لا من طبعا كده، طبعا في احسن من يعني كده في بكتير. احسن من كده، مهم جدا ان انت اهو تفرق. يعني لا مقصوده يعني كنترول، مش كنترول هايل بصراحة، لكن من المهم ان الفترة اللي جاية يبقى ليه دور بشكل اكبر، حتى في ان هو يفرق مع خط هجوم النادي الاهلي. محتاجين الفرود اللي هو من نص فرصة يقدر يحرز هدف، يمكن دي فرصة صعبة مش سهلة، فأتمنى ان الراجل حتى في الفترة دي يقدر يشتغل الشغل التخصصي اللي بيفرق مع الفرقة ان شاء الله. من المفترض ان احنا نشوف شغل تخصصي اكتر خلال الفترة اللي جاية مع كثير من اللاعبين. اكيد لازم يا كابتن اسلام، في فترات التوقف دايما بيبقى فيها هذا الامر، ان انت كيف تحافظ على لو عندك مثلا واحد بيعرف يرفع كويس تخليه يفضل يرفع كويس، او تزود من المهارة، واحد عندك اقل شوية فتخليه يزودها. ما دي حسب طريقة اللعب يا كابتن اسلام، انت دايما بتشتغل زي ما بنقول، بنتكلم على فرق هتبقى في تكتلات في قلب الملعب، فمش تقدر تخترق من قلب الملعب، مهم جدا نشتغل من على طرفين الملعب، فده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، ان انت مودست محتاج كرات عرضية كتير، محتاج ان يلعب تحت منه رقم 10 ان هو يعمل له سروهات، ان هو يوصله للجون، يوصل اكتر من مرة، اكيد من 3 4 فرص ممكن يجيب هدف هدفين، فده المهم الشغل التخصصي اللي يحصل سواء من على اطراف الملعب او من قلب الملعب. على الجانب الاخر الناحيه الدفاعيه شايفها ازاي في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، مش ماتش الجونه بس؟ لا شايف في تألق لبعض اللعيبه، انا بشوف من اميز الخطوط في النادي الاهلي هو خط الدفاع، حتى الكيمياء اللي بين اللعيبه بينها وبين بعض سواء رامي ربيعه او عبد المنعم او ياسر ابراهيم، لا وصلوا الفورمه، فورمه مميزه، ان هو بيبقى فيه ترابط حتى مع باكين الطرف سواء هاني او قبل منهم علي معلول، الانسجام اللي وصله مع الارتداد اللي بيعمله كوكا ممكن في قلب الدفاع شويه، اعتقد لا يعني من اميز الخطوط في النادي الاهلي هو خط الدفاع، وده مش وليد اللحظه كابتن اسلام، اكيد من الفتره الاخيره كلها لعيبه بقى لها 6 أو 7 سنين بتلعب مع بعض، فاعتقد ان هو لا وصلوا لمرحله كويسه وجيده. خط هجوم النادي الاهلي، اجنحه النادي الاهلي شايفها ازاي؟ ممكن اللي اثر على ده النادي الاهلي شويه ان الراجل بدا يريح الناس، بدا يريح بيرسي تاو، وبدا بيدي لطاهر دلوقتي، وطاهر يعني لسه داخل ثالث مباراه على التوالي، كان بيتم يعني بيتالق الفتره الاخيره طاهر، اتمنى كل الناس تبقى رجلها في الملعب، لكن راحت بعض الاطراف الملعب ممكن دي تكون اثرت على الفرقه بالاخص على طرفين الملعب سواء حسين الشحات او بيرسي تاو هو إصابة رضا طبعا. واصابه رضا سليم، لكن اعتقد ان اللعيبه دي لما تبقى في الفورمه بتاعتها اعتقد ان الامور هتبقى افضل من كده على اطراف الملعب. بعد العوده من الاجازه والتمرين وبعد انتهاء الاجنده الدوليه هتلاعب ميدياما الغيني في اول مواجهات دور المجموعات. اولا شايف مجموعه النادي الاهلي في دوري الابطال، وخصوصا بعد خروجنا من الدوري الافريقي في الدور قبل النهائي؟ اتمنى ان الطموحات تبقى اعلى، الطموحات تبقى اعلى، الدوافع تبقى اعلى عند النادي الاهلي، اكيد بطوله مهمه وداخلين فيها لازم ان شاء الله نقدر نحققها، هي بطوله مش بطوله مهمه لكل جماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي، اتمنى التركيز الكامل وتعويض اي بطوله احنا خسرناها الفتره الاخيره، فاتمنى ان التركيز يبقى على اعلى مستوى من اللعيبه، اتمنى ان مستر كولر حتى الفرق دي يبقى دارسها بشكل جيد، لان في ساعات فرق في افريقيا بيلعب فرق مبهمه ما تقدرش تشوف نقط الضعف والقوه، اتمنى ان هو يبقى دارسها بشكل جيد، ده هيفرق مع النادي الاهلي ومع كل خطوط النادي الاهلي سواء في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه. طيب خلينا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، برضو المنتخب الوطني بيستعد لمواجهتي جيبوتي وسيراليون يوم 16 و19، الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم أو كأس العالم وكأس التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
جيبوتي وسيراليون من المنتخبات الأقل كتير تصنيفا من المنتخب المصري، وبالتالي هل شايفها مباريات سهلة؟ اكيد ما فيش شك يا كابتن، انا قلقي كله حتى من الفرق اللي مش هنقول صغيره، لكن انا ببقى مطمن بشكل كبير حتى لو باللاعب الفرق الكبير. هنا اللاعب المصري بيبقى مركز بشكل كبير جدا، زي ما شفنا في اخر نسخه مع منتخب الجزائر، بانت شخصيه المنتخب المصري، بانت معدن اللاعب المصري، بانت البصمات حتى اللي بيحطها مستر فيتوريا مع منتخب مصر. لكن انا بيبقى قلقي كله من المنتخبات الصغيره، ان اللعيبه ما بتبقاش مركزه بشكل كبير، فاتمنى من كل اللعيبه مع مستر فيتوريا ان هم يبقوا مركزين بشكل كبير جدا، لما بنلعب فرق مش على قد مستوانا اللعيبه بتبقى في استرخاء او عدم تركيز، فاتمنى النظريه دي تتغير ونقدر نحقق الغرض من حتى التأهل ان شاء الله، يبقى تأهل سهل بإذن الله ان شاء الله. يعني ما اعتقدش ان احنا دايما بنحط نفسنا في مواقف صعبه، ولكن جيبوتي وسيراليون ما شفناش المنتخبات وما شفناش يعني ما عندناش الاسماء الكبيره، او ما عندهمش يعني الاسماء الكبيره اللي تقدر تلعب منتخب مصر، ولكن مع المواجهات الوديه الاخيره للمنتخب اعتقد المنتخب كان فارق كتير جدا بشكل افضل يعني من الناحيه الايجابيه بشكل افضل. وقلت لحضرتك كابتن اسلام ان اللي خلاص عشان بتلعب الجزائر وبتلعب كذا ده اكيد يعني اكيد، وباين حتى في المباراتين لما لعبت منتخب كبير بانت شخصيه المنتخب المصري مع تركيز بعض اللعيبه، حتى انت كنت امام منتخب الجزائر كنت بتلعب ب 10 لعيبه من الدقيقه 26 بعد طرد محمد هاني، لكن ما حسيتش ان الفريق المنتخب ناقص، كان في روح عاليه بشكل كبير جدا، فاتمنى ان الروح دي اللي تبقى موجوده طبعا مع بقياده طبعا محمد صلاح، وان هو يقدر يشد الفرقه ويقدر يحقق حاجه لنفسه والمصري. صلاح متالق كمان اليومين دول، يعني جايب جونين اهو النهارده في مباراه ليفربول وبرنتفورد وعامل شغل رائع الحقيقه. اتمنى ان اداء صلاح مع ليفربول يبقى بنفس الاداء مع منتخب مصر، كل الجماهير المصريه بتحط امال عليه بشكل كبير جدا. بتفرق ازاي يا احمد؟ يعني انا مش متصور، ما اعرفش، انا بشوف ان محمد بيؤدي بشكل رائع مهما كانت الظروف، مجرد وجوده في الملعب فقط هو بياخد عين او اثنين او ثلاثه من اللاعبين المنتخب المنافس، وبالتالي ده منتخب مصر يقدر يستفيد منه تكتيكيا، فيتوريا يقدر يستفيد منه تكتيكيا. وده اللي كان بيلعب عليه كابتن اسلام لو حضرتك تفتكر مع مستر كيروش، كيروش ما قبل كيروش مستر كوبر، ان الناس كلها بتقول لك لا العب على صلاح العب على صلاح، دي ممكن تكون صلاح طريقه لا باصي لصلاح، لكن اللي بيقدر يستغل انا بشوف في طريقه اللعب دي الناحيه الثانيه على طول، سواء تريزيجيه او عمر مرموش، ان هو بيقدر يستغل دي كويس. حتى مهم جدا على مستر فيتوريا ان اكيد صلاح لما هيلعب قصاد اي منتخب زي ما حضرتك بتقول هياخد اثنين او ثلاث لعيبه معاه، مهم جدا حته الترحيل العكسي او النقل الكره في الناحيه العكسيه، سواء عن طريق تريزيجيه اللي بيأدي بشكل جيد مع المنتخب، عمر مرموش سواء مع نادي او مع منتخب مصر بيأدي بشكل جيد. اتمنى ان طرق اللعب دي او استغلال صلاح حتى ان هو يبقى مفتاح لعب او ان هو ياخد اثنين او ثلاث لعيبه معاه، من الناحيه العكسيه نقدر نحقق هجمات خطر على اي فريق بيلعب. هل انت كنت مع فيتوريا واستدعائه لاحمد فتوح ومحمد صبحي على الرغم من مشكلتهم مع نادي الزمالك ولا لا؟ اكيد دي رؤيته هو، رؤيته هو، لان اكيد الاتحاد المصري لكرة القدم في الاخر هو حسب الراجل على البطوله حققت ولا ما حققتش، لكن كل الصلاحيات في اختياراته دي بتبقى اختياراته هو، يمكن كان مستني حتى التحقيق مع اللعيبه دي وموقف نادي الزمالك، لكن الراجل ما اتضغطش عليه حتى في اختياراته، انا بشوف دي قوه شخصيه منه ان هو يبقى مستقل باختياراته مستقل بالقوام اللي معاه، مش هيبقى محتاج يا كابتن اسلام هو استدعى اللعيبه دي، مش محتاج انت دلوقتي في فتره صغيره مش محتاج تكلم يعني تكتشف لعيبه جديده او ان اللعيبه دي خلاص اتعودت على طريقته. ماتشات يعني في الاخر يعني تصفيات مؤهله لكاس العالم اكيد ماتشات مهمه، والاختيارات حتى ما تستحملش ان انت تجيب لعيب تجربه يعني جاي. اللعيبه دي انا بشوف ان دي كانت وجهه نظر الراجل، وخصوصا ان هو سياسته ان هو بيبقى خلاص اللعيبه دي مجموعه اللعيبه دي حفظت طريقه اللعب بتاعتي، انا اقدر اعتمد عليها سواء هيلاعبوا او لاعبهم او مش هيلاعبهم، لكن كل الصلاحيات ليه في اختياراته، وانا هنا دايما بدي كل المدير الفني اختياراته الصلاحيات في الاختيارات. فيتوريا مدرب كويس
مدرب كويس جدا. شايفه شايف مدرب كويس جدا، لكن احنا بقالنا كتير يا كابتن اسلام اي مدرب لمنتخب مصر بيعاني حتى في اختياراته للعيبه، لان احنا بقالنا كتير ليفل اللعيبه حتى ما وصلناش للليفل اللي هو ايه اللي هو اميز لعيبه. قاعده الاختيارات حتى على مستوى مصر قلت بشكل كبير جدا، بقالنا 7 أو 8 سنين اي مدير فني بيمسك منتخب مصر قاعده الاختيار بالنسبه له بتبقى محدده حتى في كام نادي على مستوى مصر. بس في انديه كتير يعني الجديده دخلت، اكيد انديه جديده دخلت، لكن ان لعيبه تقدر ان هي تثبت نفسها او تاخد دور مع منتخب مصر هم لسه ما فيش لعيبه وصلت للشخصيه دي. عشان كده شايفين القوام الحالي مع دعم بعض اللعيبه بقاله حوالي 6 سنين دلوقتي مع بعض او 7 سنين، لكن الفتره اللي جايه محتاج نشوف قوام تاني لمنتخب مصر، لان في لعيبه خلاص هتبقى سنها هيعدي ال 34 و35، فمحتاجين للكره المصريه تطور حتى مع المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب او المنتخبات. المنتخب الاولمبي برضه ماشي، مش هنتكلم عنه دلوقتي، لكن المنتخب الاولمبي ماشي بشكل جيد مع منتخب الشباب يعني مع كابتن وائل رياض اللي بيلعبوا في بطوله شمال افريقيا. يعني ده اللي انا بتمناه، ان اللعيبه زي ما شفنا كوكا كان مع المنتخب الاولمبي والراجل استدعاه مع المنتخب الاول، اتمنى ان ده يبقى الدوافع كلها عند لعيبه المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ان هو يبقى عينهم على المنتخب الاول، لان كل ده هيصب في مصلحه منتخب مصر. كيف يستطيع فيتوريا ان يتفادى الكلام اللي انت بتقوله ان محمد مثلا واحد زي محمد صلاح لما بيجي بيلعب بمستوى اقل من المستوى اللي بيبان فيه في ليفربول، كيف يمكن ان يتفادى فيتوريا مثل هذا الامر مع صلاح او مع غيره؟ هو التركيز يا كابتن دايما مش ما يبقاش مع صلاح، يعني التركيز حتى في طرق اللعب ما تبقاش كلها على صلاح، صلاح عنده حلول فرديه، صلاح حتى ممكن اللاعب اللي بيلعب تحت منه زي ما بنشوف ارنولد في ليفربول هو دايما اللاعب اللي بيلعبه، مهم جدا تحدي تحت صلاح ان هو يقدر يبقى يساعده بشكل كبير جدا حتى في الناحيه الهجوميه، ان صلاح يبقى مفتاح لعب، لان صلاح انا بشوف ان صلاح بيعاني بشكل كبير جدا حتى في الحاله الدفاعيه مع منتخب مصر، ان هو دايما بيضطر ان هو يرتد حتى لل 18 في الحاله الدفاعيه ان هو ياخد المسافه دي تاني، ده بيسبب عليه ارهاق بشكل كبير، فاتمنى راحته في الحاله الدفاعيه هتفرق حتى مع صلاح في الناحيه الهجوميه، فده هيدي له افضليه بشكل كبير. بس ده بيحصل بشكل كبير ان محمد يعني ما بيرجعش يدافع كتير، يعني طريقه ليفربول يا كابتن اسلام اللي بيلعب بيها هو دايما اتاك، يعني هو دايما هو اللي مهاجم هو اللي مسيطر على 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 طريقه اللعب، طريقه لعبه مختلفه بشكل كبير سواء مع المنتخب او مع ليفربول، لكن دايما بلغه الكره كده ليفربول هو راكب الملعب، فحتى معدلات الجري ما بتبقاش في الحاله الدفاعيه اقل في ليفربول اقل في ليفربول اقل حتى خلي بالك مع المنتخب بيبقى برضه الناس بتبقى حاسه بكده، بتبقى حاسه ان هو معدلات جري محمد اقل بكتير من ليفربول. انا بشوف ان صلاح دايما في حتى في الارتداد بيبقى دي حماس اكتر او حماس زياده ان هو عايز يعمل حاجه لمنتخب مصر، فبيرتد بيضطر ان هو يرتد في الناحيه الدفاعيه، ممكن الناس بتلوم صلاح شويه لكن طريقه اللعب هنا مختلفه مع ليفربول مختلفه مش مطلوب عن منتخب منه كده بعتقد، يعني هنا تحديدا مش مطلوب منه كده. ما ده اللي انا بكلم حضرتك فيه يا كابتن اسلام، انت مهم توظف حد سواء من ديفندرات او حتى الباك اللي بيلعب تحت منه ان يبقى فيه تغطيه او يعمل كفر مكان ورا صلاح ان هو ما يرجعش المسافه دي كلها، هيبقى حتى الحاله البدنيه وحال النفس اللي يبقى موجود عنده يبقى حاضر ان هو في اي هجمه يقدر يحقق منها حاجه للمنتخب. مين تاني المنتخب بيقدر يعتمد عليه؟ اعتقد تريزيجيه الفتره الاخيره ماشي بشكل جيد جدا سواء مع ناديه او مع المنتخب، يمكن تريزيجيه انا بشوفه واحد من انجح المحترفين اللي موجودين او من المحترفين الرائعين لمنتخب مصر، وايضا هو مصطفى محمد ومرموش خصوصا في الفتره الاخيره كمان. اكيد يا كابتن اسلام زي ما حضرتك بتقول دول اميز اللعيبه اللي حتى في الناحيه الهجوميه ان بيبقى ليهم دور بشكل كبير مع الزياده اللي بيعملها حمدي فتحي اللي هي الطريقه اللي كان بيلعب بيها في النادي الاهلي وقدر يعملها مع منتخب مصر وان هو يقدر يحرز اهداف، كل ده بيصب في مصلحه منتخب مصر والنزعه الهجوميه او المنطقه الهجوميه اللي بيهاجم منها المنتخب، لكن اداء تريزيجيه في الجبهه اليسرى سواء بيبدا او لا بيبقى تغييره مع بدايه مرموش او تالقه مع فريقه او مع منتخب مصر تالق مصطفى محمد مع فريقه الفرنسي، كل ده يعني خط هجوم انا بشوف ان هو من اقوى خطوط الهجوم
في افريقيا. هل بتعتبر احنا عندنا مشكله بقى لما بتقول ان خط هجوم قوي جدا وكل حاجه، ولا بتعتبر ان عندنا مشكله كمنتخب مصر لخط الوسط او للدفاع، ولا برضو الحمد لله الامور جيده؟ لا الامور جيده مع وجود زيزو، سواء النني او محمود حماده او اي حد بيلعب في نص طارق الملعب، حمدي فتحي، طارق حمدي فتحي. لا احنا عندنا بدائل كتير جدا، عندنا خط دفاع قوي بشكل كبير جدا. اعتقد كمان مع عوده حجازي والونش هيفرق كتير جدا مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر. اكيد يا كابتن، اكيد. يمكن ده خط دفاع النادي الاهلي زي ما اتكلمنا على خط دفاع النادي الاهلي، وهاني ناحيه اليمين، وناحيه اليمين هاني مع محمد حمدي ناحيه الشمال او سواء فتوح. انا بشوف ان اميز العناصر اللي موجوده في المنتخب دي تقدر تحقق حاجه، املنا فيهم بشكل كبير جدا، سواء الجماهير المصريه لعيبه مميزه بشكل كبير حتى بادائها مع انديتها او مع المنتخب. فاتمنى ان الامور تبقى افضل من كده وتحقق امل كل المصريين ان احنا نصعد سهل نقدر لكاس يا احمد العالم اخر حاجه، يعني نقدر نعمل كده، ان نقدر شاء الله نصعد الى كاس العالم في ظل هذه المجموعه. انا ما اعرفش هل المجموعه بتاعتنا يعني هل هي مجموعه صعبه، مجموعه سهله؟ المجموعه بتاعتنا مش مفهومه، تحس ان هي سهله ولكن هي مش سهله. بص يا كابتن، هو الموضوع عند لعيبه المنتخب. برافو عليك. الموضوع عند لعيبه المنتخب، الموضوع عند الجهاز الفني للمنتخب، انت عايز ولا مش عايز. لا يعني والجمهور كمان، انا يعني انا تخيل مصر بتلعب تونس هنا، انا عمري ما هنسى الماتش ده. مصر بتلعب تونس ومفيش 20 واحد بيتفرجوا على الماتش، ومصر بمحمد صلاح بكذا بكذا وتريزيجيه ومرموش ومصطفى، والناحيه الثانيه تونس بكل نجومها ومفيش 100 واحد في الماتش. لا يا كابتن، انا بشوف ان الفتره اللي جايه هيبقى في دعم كبير جدا من الجماهير المصريه للمنتخب، يا رب. لان زي ما قلت لحضرتك خلاص اللعيبه الفتره الاخيره ادت مؤشر حتى للناس، لا في شخصيه لمنتخب مصر، فده اللي انا بتمناه. يعني وده اللي يرجع الجمهور للمنتخب، هو ده اداء المنتخب او ادائك المتميز مع الفرق الكبيره، ده اللي بيدي الروح والعزيمه والاصرار ان الجماهير كلها ترجع تاني والدعم بشكل كبير. اتفرجت على ماتش مانشستر مع مانشستر سيتي وتشيلسي؟ طبعا اتفرجت. طبعا اربعه ماتش، ايه حاجه كده يعني فوق الخيال. انا احس ان لو اتفرج على السيتي الواحد دماغه بتروح في حته تانية خالص، بتتفرمط بطريقه تانية. لا بس تشيلسي عمل ماتش حلو قوي طبعا. ابو تريكه دايما لما يطلع في ما بيطلع في التحليل، في التحليل يقول لك ايه تشيلسي ده مش عارف. لا تشيلسي عملوا ماتش حلو قوي النهارده. لا وعندهم لعيبه مميزه جدا، وعندهم لعيبه كويسه، عندهم لعيبه مميزه جدا، والسنه دي عاملين فرقه كويسه جدا. يعني السنه دي جايبين مجموعه لعيبه صغيرين، يعني جايبين لعيبه بفلوس كتير قوي. جايبين مجموعه لعيبه بس محتاجين وقت ان هم يشتغلوا مع بعض. عموما ده كان ماتش الحقيقه يعني من احلى الماتشات اللي الواحد اتفرج عليها في الفتره الاخيره، 4-4 وماتش عالمي، وماتش كده يعني جول في الدقيقه 89 وبعدين جول في الدقيقه بلس 7 لتشيلسي، 4-4 4-3 يعني الاول في الدقيقه 89 لمانشستر سيتي، جون رودري وكره تغير اتجاهها وتخش جون، وبعدين ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره لتشيلسي في الدقيقه 7. لا السيتي حلو قوي. السيتي متعه متعه في كل السيتي متعه، والدوري الانجليزي الحقيقه برضه في مكان اخر. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا، شكرا حبيبي جزيلا. حبيبي يا كابتن، دايما بسعد ان انا موجود مع حضرتك. حبيبي شرف لي. طيب هنطلع نشوف اخر الاخبار المحليه والعالميه في هذا التقرير، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. منح الجهاز الفني للاهلي بقياده المدرب مارسيل كولر لاعبي الفريق راحه لمده اسبوع بعد انتهاء المواجهات الرسميه قبل توقف مسابقه الدوري الممتاز بسبب فتره الاجنده الدوليه التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من الشهر الحالي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. اكتسح فريق شباب الأهلي 2003 ضيفه مودرن فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة 11 من بطولة الجمهورية. رفع شباب الأهلي رصيدهم إلى 24 نقطة جمعوها من الفوز بثمان مباريات وخسارته لثلاث. واصل فريق يد الأهلي سيدات صدارة جدول ترتيب دور العمومي بعد ختام الدور الأول للموسم الحالي برصيد 21 نقطة بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 24-22 في ختام الدور الأول. ينطلق غدا المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، والذي يستمر حتى 21 من نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتي جيبوتي ثم سيراليون في ضربة البداية بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي قائمة المنتخب التي تستعد لمعسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21 من الشهر الجاري استعداداً لأولمبياد باريس 2024. شهدت قائمة المنتخب ضم 28 لاعباً في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر الجاري. بات نجمنا المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أول لاعب في التاريخ يسجل في أول 6 مباريات على أرضه في الدوري، ورابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز، وذلك في فوز فريقه على برينتفورد بثلاثية سجل منها ثنائية. كما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل أهدافاً أو يصنع في 15 مباراة متتالية على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من ألان شيرر 18 مباراة وتيري هنري 17 مباراة. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يخطط لتعزيز الفريق بصفقات جديدة في فترة الانتقالات المقبلة بعد تراجع أداء ونتائج الفريق في الموسم الحالي. وأكدت التقارير أن الاتحاد يدرس بقوة ضم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي في يناير المقبل. أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لتعزيز خط وسط ميدانه بلاعب ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي نزولاً عند رغبة مدرب الفريق تشافي هرنانديز. وذكرت الصحيفة أن برشلونة يراقب عن كثب متوسط الميدان الدفاعي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي وليفريد نديدي من أجل ضمه الصيف المقبل. كما كشفت تقارير صحفية عن تأجيل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فتح ملف تجديد النجم كيليان مبابي عن تراجع إدارة ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة. ووفقا للتقارير فإن إدارة باريس سان جيرمان حددت الأسبوع المقبل موعدا لعقد اجتماع مع كيليان مبابي للحديث مجددا عن تقديم عرض جديد للاعب في الموسم المقبل. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي نابولي الإيطالي يفكر جديا في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا بعدما واصل حامل اللقب معاناته على أرض هذا الموسم بسقوطه أمام إمبولي على ملعب مارادونا بهدف دون رد في الجولة 12 من المسابقة. ووفقا للتقارير فإن نادي نابولي يناقش موقف رودي غارسيا داخليا بعد الهزيمة أمام إمبولي والتي تعد الخسارة الثالثة لنادي الجنوب ما تسبب من مغادرة رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس الملعب قبل صافرة نهاية اللقاء. استعاد فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو صدارة الدوري الألماني من جديد بعد اكتساح يونيون برلين برباعية ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة، ليواصل ليفركوزن سلسلة لا هزيمة بعدما واصل الفوز في 10 مباريات والتعادل في واحدة بعد مرور 11 جولة من المسابقة.